السلام عليكم، جينا وياكم اليوم بشرح حول فك رمز حماية جهاز نوكيا 130. مثل ما نشوف هذا الجهاز عليه رمز حماية، جربنا أكثر من رمز حماية طبعا وما نفع. مثل ما نشوف هذا الهاتف موديله، مثل ما نشوف مكتوبة هاي TA1017. طيب شو راح نفك بكراك الميراكل، او شلون نعرف رمز الحمايه الخاص بكراك الميراكل؟ راح نفتح الكراك طبعا مثل ما نشوف. فتحنا كراك الميراكل وراح نشوف وياكم الجهاز، هذا الجهاز نفسه اللي موجود عليه رمز الحمايه. راح نختار بوت، ومن بعدها نوصل كيبل اليو اس بي بالكيبل، حاليا بالحاسوب موصل لكن نوصله بالتليفون ونسوي ادخال للبطاريه. نختار هاي الريد من فوق او ريد اللوك كود وسلاش اي مي، منا راح نختار هذا البوت اللي هو ار ام. اوكي، راح نعطي ستارت بوتون، نوصل الكيبل ونسوي انسيرت البطارية. اوكي، وننتظر لحظات. بدأت عملية القراءة، مثل ما نشوف عملية قراءة معلومات الهاتف. طبعا معلومات الهاتف، وأول ما قرأ اللوك كود رمز الحماية 90 90 90، وراها راح يقرأ أيميات الهاتف. هاي أيميات الهاتف، أما إذا شفت الهاتف معلق على شعار نوكيا بهالطريقة فالموضوع طبيعي، يعني ماكو أي شيء. أوكي، راح نفتح. هل هو هذا الهاتف؟ اوكي، شغل الهاتف موضوع 90 90 90 90 90. فتح الهاتف، كان العمل رائع لهذا الكراك. اسمعوني ان شاء الله تعالى بمقطع فيديو جديد، وللمعلومة رابط تنزيل الكراك والحلقة كاملة باليوتيوب موجودة على قناتي، ايضا راح اخليها بالوصف اسفل مقطع الفيديو. مع السلامة.